الحمد لله على السلامة يا أمي. أبوك مريض، لازم تشوفه ويشوفك. كل اللي باقي لنا بهالعمر هاليومين، وما عاد في وقت نضيعه على كلام ما رح يجيب نتيجة. قلت لحالي بجي وبشوفك. لما كنت صغير كنت مرض كتير، كان أبوك يسهر حد تختك، يقعد على الأرض ويلاحق كل حركة كل نفس من ابنه اللي ما عنده غيره. مرة بكي وقال لي شو قصته أحمد، خلق مريض وعايش مريض كأنه مو حابب الدنيا وما بده إياه. هذا صار مريض وعم يموت وابنه بعيد عنه. ما كان في داعي تعزبي حالك وتجي، لو اتصلتي فيه كنت بروح فورا. صحيح نحن عايشين بعاد عن بعض وما بنلتقي الا بالمناسبات، بس بتضلوا اهلي وانا ابنكم الوحيد. قسيتوا علي قسيت عليكم، مو مشكله يا امي، نحن ما لنا حدا غير بعض. الله يخليكي لا تبكي، ما بحب شوف. كنت مفكر دموعي ما بقى تأثر فيك. غلطانة يا أمي، ما في شيء كان بحياتي أثر علي الدمع من دموعي. أكان باين عليك، خفت يكون قلبك صار مثل الحجر. لا لا تخافي أمي، قلبي ما صار مثل الحجر ولا بيصير، بس أنا كنت ألعب معك نفس اللعبة اللي كنت تلعبيها معي. لعبة؟ إيه لعبة، لعبة الأم مع أبنها ولعبة الأبن مع أمه. هاي اللعبة يا أمي كنا نلعبها سوا، وكان هدفها واحد، إننا ما نحاول نكون ضعاف، كل واحد منا يحاول يشوف الثاني قوي. ما في أم بدها ابنها يكون قوي. تتذكر يا أمي، تتذكر قديش كنت متعلق فيكي، هذا الشيء كان أكبر من تعلق ولد بأمه. ولد عايش ببيت كبير بس وحيد، لا أخ ولا أخت ولا صديق، حتى أبوه كان طوال الوقت مشغول وبرات البيت. أمه خافت عليه، من خوفها ليضعف لعبت معه لعبة الأساوة، لعبتها معه لحتى يوا كانت تكشف كل محاولاته. لما يبدو يوهما أنه مريض أو إنه ماله مهتم. لما الأم كبرت والابن كبر، أمه بلشت تضعف، رجع لعب مع نفس اللعبة، لعبة الأساوة، لحتى ترجع للصورة اللي بيعرفها فيها. أمي بتكوني كتير غلطانة إذا فكرتي إنه قلبي قسي عليكم أو إنه دمعتك ما عادت تتأثر فيه. بالعكس، القصة مو هيك، القصة إنه الأم والأبن كبروا واكتشفوا إنه اندفعوا حق لعبة الأساوي كتير من عمرهم، والشي الوحيد اللي بيقدروا يساووه بآخر أيامهم إنهم يرجعوا لهذاك العالم، العالم اللي فيه الحب بدون حسابات. خلينا نمشي نشوفك.